احتضنت صباح اليوم قرية SOS جمرت للأطفال فاقدي السند قراءة شعرية وقصصية في إطار مبادرة ثقافية تسعى إدارة القرية إلى جعلها حدثا متواصلا لمساعدة الأطفال بيداغوجيا ونفسيا وتحضيرهم للخروج إلى المجتمع. ببراءة وحماس كبيرين استقبل أطفال قرية SOS بجمرت شاعرة جاءتهم في زيارة خاصة لتشاركهم فرحة اللقاء بهم والاجتماع بالأدب والشعر معهم. هي ليست بكذبة أفريل، هي مبادرة سعت القرية إلى إقامتها لما فيها من فوائد على الأطفال. نوريو لصغارنا الشعر، الفن، الرسم، نفتحوهم على حاجات أخرى، على ثقافة عامة، باش يعرفوا حاجات أخرين خلف الدراسة. احنا نحبوا نحيو اونتر بارونتيز ليتيكيت اللي مرهونة في أطفال SOS، هما أطفال تونس. زيارة كهذه إلى إقامة الأطفال فاقدي السند قد تساهم في إعادة التوازن إلى شخصيتهم. عندها فالور كبيرة بالنسبة لأولادنا، بيداغوجيا أنهم يشوفوا ما نعرفش في اللونج نتاعهم وكل يشوفوا شعرة كيفاش تحكي. الزيارة نتاعها هي والكتب اللي جابتهم ووجودها معاهم باش يحفزهم هما باش يزيدوا يقراوا أكثر. الضيفة مريم مشتاوي أكدت أن زيارة مثل هذه واجبة على المثقفين. في مقابل موجة الدمار وموجة الإرهاب يجب أن يكون هناك في المقابل موجة خير وموجة عطاء. نحن ككتاب اليوم قبل أن نكون، ما هي مهمتنا؟ أن نرفع قضايا المجتمع، أن نهتم بالأطفال. تظاهرة ثقافية كهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها القرية لفائدة أطفالها. الوليدات والبنيات اللي عنا في القرية معناتها ما يعيشوش في عزلة، على الأقل مرتين ولا ثلاثة في الأسبوع في الشهر معناتها تلقى معناتها دي طلبة وطالبات خاصة يجيو من المدارس الخاصة معناتها بالفنون. تسعى القرية من خلال الأنشطة التي تحتضنها في كل مرة إلى تحضير أطفالها للاندماج أكثر في المجتمع.